بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الديوان الملكي سمو الشيخ نورة بن تعيسى بن سلمان آل خليفة تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان وسيكون تقديم العزاء للرجال بقصر الزاهر ابتداء من يوم غد الاربعاء والخميس والجمعه من العاشره صباحا الى الثانيه عشره ظهرا ومن الثالثه عصرا الى الرابعه عصرا